اثناء الحمل، خاصه مثلا في 3 شهور الاولى بنحب ننصح الامهات دايما وابدا باخذ بعض الفيتامين زي والحديد بالذات. ليه؟ عشان مسؤول قوي عن نمو النيورولوجي بتاع الطفل، العصبيه بتاع الطفل، اللي هو المخ يتقفل كويس والظهر يتقفل كويس. لو في نقص في المشكله دي الطفل بيحصل له مشكله. فاكر حضرتك السندروم اللي قلنا الدور اللي فات اسمه كياري، ده مشهور جدا في مصر. الطفل يطلع راسه كبيره ويطلع ان الحبل الشوكي عنده مش كامل، فيطلع حاجه عنده زي نفره في الظهر. وده بنقول سيمبل جدا، مجرد الام بتاخد الحديد اثناء 3 شهور الاولى الموضوع ده يختفي تماما. عشان كده كثير من او بينصح دائما للحوامل باخذ فيتامين الحديد، مش كده؟ في فترات معينه، كل فتره ليها مراحل معينه. عشان كده بقى، عشان كده مهم جدا، يعني بسيط جدا. لا الدكتور مش عارفين ليه، لكن هو عشان نمو مخ الطفل، مخ العصبيه بتاع الطفل كله، المخ والعمود الجهاز العصبي كله بتاع الطفل، الجهاز العصبي سواء المخ او العمود الفقري. ايوه بالظبط، ده بقى مهم جدا 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 للغايه. في كتير من يعني غير الحديد اللي هو الاقراص، هل في اقراص حديد؟ هل في اكلات معينه بتعوض؟ لا هو الاقراص بس لازم الاقراص لازم، مهمه جدا. ليه بقى؟ الام عامه بيبقى عندها كميه معينه والطفل بيحتاج كميه ازيد من الام عايزاها، وجسم الام محتاج، فلازم ندي اضافات خارجيه. كويس ماشي، فهو يرتبط بالحديد الخارجي الفيتامين. ما تبعتش ام معينه مع طبيب وما ادهاش الحديد، للاسف بتحصل مشكله دي. نسبة للاسف بتحصل مشكله، وده زي ما يقولوا عندنا في مصر نسبه كبيره جدا جدا اللي هي نتيجه في نسبه كبيره جدا ما بيتابعوش. ماشي كده على الريش هتلاقيها مليانه، سبحان الله. يعني ده جزء اهمال طبي وجزء عدم معرفه يعني بالمشكله. طبعا هو جهل، يعني جهل بالموضوع، جهل بالموضوع، عدم علم بالموضوع. بلاش كده جهل، عشان ايه عاوزين بقى ايه برضه دي مشهوره بقى جدا في الارياف كتير. ليه؟ نتيجه بقى ايه اللي هم هي بتتابع مع عداية او اي حاجة، حامل مفيش مشاكل، مش هتكمل مع دكتور النساء الخاص بيها او اي حاجة، والقصة بقى بتخلص ساعة الولادة بتلاقي المشكلة دي. يعني دي اول معلومة مهمة جدا نركز عليها في هذه الحلقة، ولو لم نخرج بغير هذه المعلومة يبقى احنا استفدنا جدا. معلومات كتير ما نعيش، بس المعلومة دي مهمة جدا ان شاء الله. لابد من متابعة السيدة الحامل مع طبيب امراض نساء واعطائها الفيتامين الحديد ده في فترات خاصة أول 3 شهور، في أول خاصة أول 3 شهور مهم جدا. حضرتك بتأكد عليها قوي. هنقعد نقول فيها النهاردة طول، يا ريت نقعد كل شوية نقول.